المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، لكنها تسعى أيضاً لزيادة إنتاج الطاقة الخضراء وتنوع اقتصادها والتقليل من الاعتماد على النفط، وهو ما قد يمثل خطوة كبيرة في سعي العالم لمواجهة تغير المناخ. لكن هل ستتخلى السعودية حقاً عن النفط؟ المدينة البيئية ذا لاين التي ستكون خالية من الانبعاثات والتي تتمتع بشهرة على الإنترنت ستستوعب 9 ملايين شخص ضمن شريط من ناطحات السحاب طوله 170 كيلومتراً وبارتفاع 500 متر فوق سطح البحر كجزء من خطة تسمى نيوم، مدينة خالية من الطرق والسيارات والانبعاثات وتعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. هذا هو الوجه المشرق لرؤية المملكة 2030، خطة طموحة لتوقف المملكة عن الوقود الأحفوري. العالم يحتاج إلى نيوم لأنه يحتاج إلى التغيير. كل شيء على الورق رائع، لكن تثور الشكوك عن قدرة السعودية على تحقيق ذلك. السعوديون وضعوا كثيرا من الأهداف الطموحة. ثروة البلاد تعتمد على الاحتياطي النفطي الضخم الذي تديره شركة النفط الوطنية أرامكو، المملوكة الآن بنسبة 98% للسعوديين، وتقدر قيمتها بنحو 2 تريليون دولار، وكانت الشركة قد حققت أرباحاً قياسية في عام 2022 بلغت 161 مليار دولار، وهذا ما حفز السعودية لتبني رؤية 2030، خطة تبدو طموحة بقدر ما هي متناقضة، فالبلد الذي بني على النفط يريد التخلي عنه، لكن لماذا؟ فأعلن اليوم عن استهداف المملكة العربية السعودية بالوصول للحياد الصفري في عام 2060. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو حاكم المملكة الفعلي وصاحب رؤية 2030، وبحلول 2030 يريد السعوديون الحصول على 50% من طاقتهم من مصادر متجددة، فهم الآن يعتمدون على 99% من طاقة الوقود الأحفوري. جيم خان المتخصص في الجغرافيا السياسية للطاقة. منظمات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما كانت تحث السعوديين على تنويع اقتصادهم، والآن بدأ السعوديون ذلك. الهدف هو إنتاج قرابة 54 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وبحسب السعودية فإنها الآن عند 2.8 جيجاوات فقط، إلى جانب حوالي 24 جيجاوات قيد التطوير. كريم الجندي مستشار المناخ المهتم بالشرق الأوسط. لا أهوى الرهان، لكن إذا ما سألتني هل من الممكن تحقيق هدف 50% فسأقول إن هذا صعب للغاية. لكن يبدو أن محمد بن سلمان يولي هذه القضية اهتماماً كبيراً، ونجاحه يمكن رؤيته من احتلال السعودية مكانة مرموقة في مجال الطاقة الخضراء، والسعوديون يقولون ذلك. تغير المناخ أمر واقع، وإذا كنا نريد أن نغير العالم إلى الأفضل فعلينا أن نفعل شيئاً والآن. حقيقة الأمر هو أنه بصرف النظر عن رؤية الخضراء، فإن السعودية لا تخطط للتخلي عن الوقود الأحفوري تماماً، بل على العكس من ذلك، إذ أن هناك خططاً لضخ أكبر قدر ممكن من النفط. في الواقع، السعودية تريد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50%، وتبحث عن أسواقاً جديدة لتصدير الوقود الأحفوري. السعوديون لم يكتفوا بتنوع المصادر، بل ضاعفوا استثماراتهم في النفط أيضاً، واشتروا عدداً كبيراً من مصافي تكرير النفط في دول نامية، خاصة في آسيا وأفريقيا. تحقيق أجرته القناة الرابعة البريطانية مؤخراً توصل إلى أن السعوديين كانوا يهدفون إلى زيادة الطلب على النفط بشكل مصطنع في أفريقيا من خلال السيارات الرخيصة والطيران ومحطات الطاقة العائمة. في مؤتمر المناخ العالمي COP28 نفت السعودية وجود مشكلة في انبعاثات الوقود الأحفوري، إذ أمكن إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون أو تخزينه تحت الأرض. لقد زعموا أن المشكلة في الانبعاثات وليست في الوقود الأحفوري نفسه، وإذا تمكننا من التعامل مع الكربون من خلال إعادة تدويره واستخدامه وبالتالي تخزينه، فلن تكون هناك مشكلة في وجود بعض الانبعاثات.
لكن التكنولوجيا اللازمة لذلك ليست متقدمة، والمتشككون يرون أن هذا ليس أكثر من خطة لمنتجي النفط لصرف الاستثمار عن الطاقة المتجددة. وبحسب كريم الجندي، فإن هذه التقنية إن توفرت فلن تكون متاحة حتى عام 2040. عام 2040 بعيد وليس لدينا الوقت الكافي، وأنا مع استقلالية العمل بالتكنولوجيا وعدم التمسك بتكنولوجيا واحدة في سعينا للتخلص من الكربون. والاعتماد على تكنولوجيا لن تكون متاحة قبل هذا التاريخ هو مخاطرة كبيرة. وبينما تتقدم المملكة العربية السعودية نحو عالم الطاقة الخضراء، فإنها لا تزال تسعى إلى إقناع الدول النامية بشراء نفطها وإقناع زعماء العالم بأن إدارة الانبعاثات هي الحل لأزمة المناخ. حتى الآن تسير الخطة كما هو مقرر لها، وتتوقع أرامكو أن يرتفع الطلب على النفط إلى 105 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025، رغم كل ما يتحدثون عنه في مقاطع الفيديو الترويجية حول مكافحة تغير المناخ وبناء عالم أفضل، إلا أن هذا النمر العربي لم يغير لونه بعد. التخلي عن النفط ليس بالأمر الذي قد يفكر فيه البعض، فهم سيبيعونه في مكان آخر في حين يعملون على تنظيف أنظمة الطاقة الخاصة بهم من أجل تلبية أهداف خفض الانبعاثات في العالم. وهذه صفقة مربحة للمملكة العربية السعودية إن نجحت في تحقيق ذلك.